إنما هلأ رح نحكي كتاب. لما نحكي عن الكتب ولما نحكي عن التأليف دايما منتوقع أنه شخص يكون مخضرم وكبير بالعمر وكاتب خلاصة العمر، ولكن لا، حتى نحن شباب، نحن يلي منحلم، يلي عنا أشياء بدنا نحققها، يلي عنا أفكار بداخلنا بتشبهنا، يمكن أوقات كل واحد عنده طريقة لحتى يعبر من خلالها. الكتابة فن بحد ذاته، أنه نعرف نجمع هالأحرف، نعرف نجمع هالكلمات ونعمل منها صور. Images هو موضوع الكتاب التالي يلي رح نحكي عنه. On September 5th, I'll be launching my first book at the UNESCO Palace in Beirut, starting 6 p.m. to 8 p.m. The journey has been a beautiful one, filled with sleepless nights and endless laughter. I'd like to share with you that experience and hope that it will bring you the joy it has brought to me. The human mind is a weird one. It's so colorful, yet dark. In this book, I tried to delve in deep into my thoughts and just basically wrote down what I saw. When we look close enough, we see. We must believe in the unbelievable. Hope to see you there. Until then, dream as much as you want, because in the future they might tax you for it. الأمضاء مالك مروان رحباني ضيفي بالستوديو. صباح الخير. مجور، كيفك؟ كيفك؟ كتخرب الصباح. هيدي الدعوة اللي أنت كتبها على سوشيال ميديا. نعم. لحتى نكون كلنا مشاركين معك بسبتمبر 5، نهار التنين، يعني بعد تقريبا أسبوع وكم نهار. باليونسكو لحتى تكون عم تطلق هالكتاب الأول. Images، أول شيء ألف مبروك. مرسي كتير. Thank you. Images: A Personal Evolution of the Mind. مالك أنت ممثل وأنت اليوم كمان كاتب، قديش الأرتست اللي بيكون عم يشتغل بهيدا الحقل، وخاصة أنت من عائلة فنية ومش حيلا عائلة بلبنان كمان يلي كان إلى بصمة بالفن اللبناني، اليوم قديش أنت هيك بنظرتك للأفلام، بحبك، بخيارك أنت لا تخصصك، واضح هيتشكوك على الشورت يلي لبسها، قديه هذا الشيء كان فيه انعكاس للكتابة تبعك وللإيمجز يلي عم تتخيلها وتنقلها على الورق؟ ما في شك أنا كتير مأثر بالأفلام، ونحن بالعائلة بالبيت يعني ما بنحكي كل يوم إلا بالأفلام وبالفن. بقى أنا وعم بكتب هالأفكار سميت صور لأنه كنت عم شوفهم كصورة براسي، وانكتبت كل فكرة من وجهة نظر الشخص اللي عم بتصير معه. سو إذا بدك كنت عم بعيش كل فكرة، مع أنه نص الأفكار إذا بدك إذا مش ثلاث أرباعهم مش صارين معي، بس صرت شوف حالي بهال situation. مشان هيك والتمثيل ساعدني كتير. ما هذا اللي بدي اقول لك، لما الواحد بكون ممثل بكون عنده فرصة، نحن عنا فرصة أنه نقدر نكون بتياب شخص تاني، بروح شخص تاني، بتصرفات انسان تاني، فينا نعيش كل هالحالات. هيدي فرصه مش كل العالم بتحصل عليها. كيف قدرت تترجم هذا الموضوع بالكتاب؟ يعني لما قررت تكتب وتحول هالكتاب ل يعني يصير مطبوع وافيلبل لكل العالم، دائما القارئ بنبش على ايدنتيتي معينه، وحتى الكاتب بده ينبش على لينك. صحيح الافكار متوارده، في اشياء منك عايشها انت ولكن شايفها قدامك نقلتها. خبرني كيف عملت اللينك لحتى تعمل روحيه وحده بايمجز ا بيرسونال ايفولوشن اوف ذا مايند. انا ما بلشت عم بكتب كتاب، كنت عم بكتب فكره صغيره، يعني هيدي اول اكسبيرينس لإلي بكتابه كتاب. انا معود اكتب مسلسلات وافلام. بقى كتبت اول مره الفكره على الايفون على النوتس، كلهم كتب على النوتس الكتاب على الايفون. واو. بقى مشان بعمل دعايه للايفون. بقى وبعدين بعثت له الفكره لبيي مروان رحباني، قال لي ليش ما بتفكر تكتب. كانت اول فكره شوي سوداء اذا بدنا نقول، قال لي نوع بعض بالافكار، كتب غير شيء انت اللي بدك اياه. بعد 5 أشهر طلع الكتاب، يعني صرت شو ما يجيني فكره على راسي، منهم شوي انا مستوحى من الافلام، منهم من اشياء صايره معي واشياء مش صايره معي، وبيور ثوتس يعني. صح، يعني اذا بنبرم هيك باول شيء الكتاب روعه، السيت اب تبعه رح احاول نفرجيه على الكاميرا بوضوح، عن جد اميزنج. الكوفر تبعه اذا بدي انطلق من الكوفر تبعه يلي اول شيء بيحمل الخط تبعك، شو هالخط الحلو بس اميزنج ايديا، كنا عم نحكي تحت الهواء، اميزنج ايديا انه يكون انت الهاند سكريبت تبعك يلي واضحه، بنفس الوقت
الأحرف النافرة كمان بإيمجز. نعم. بيوتيفل سيت اب. حتى من جوا إذا بنبرم بقلب الكتاب السيت اب تبعه منه تقليدي، السيت اب تبعه كثير بيشبهك بمطرح من المطارح، يعني حتى السكتشز يلي موجودين بداخله It's beautiful. يعني amazing layout. So خبرني شوي عن السكتشز أول شيء قبل ما أحكي عن الكتاب. سكتشز لمين؟ أكيد السكتشز لبيير عبود. بحب أوجه له تحية كتير كبيرة، لأنه يعني الصور لحالها، إذا بدي أنا بحكي صور كالكلمات إذا بدك الأفكار. Yes. هدوليك بسميهم الدروينجز سكتشز. بقى كتير ساعدوني وكتير ساعدوا الكتاب، لأنه اللي عم بيقرأ الكتاب أنا كاتب الكتاب بطريقة بازل شوي، وكاتب محلات بولد تا الإنسان يفهم أكتر، يعني أنا بكون عم بعمل ستريس على هالكلمة. بقى إيه ما في شك أنه الصور الرسومات كانت مستوحات من النصوص اللي أنت كتبها، يعني كيف اشتغلتوا من هالناحية على هالموضوع؟ صح، أنا صرت أحكي لبيير قل له مثلا أنا شو رأيك بهالفكرة، ترسم لي هالفكره لهالقصه. هو يعطينا رايه، وكان تعاون بعقد. يس. والكفر لماجد مخايل هو اللي اعطينا الفكره. لاي اوت بجنن على كل حال. اذا بحكي شوي عن الاميزنج اميزنج، اذا بحكي شوي عن الكونتوني مالك. نعم. يعني في كتير هيك دايفرسيتي، خليني اقول بكل الاشياء بكل العناوين يلي عم نقريها. أداء الإنسان يلي وقتها يحب ينوجع يفكر قادر أنه يترجم. يعني أنت هون إذا بدنا نحكي عن الستيل يلي كتبت فيه obviously it's free وشي كتير بيشبهك، بس خبرني شوي عن اللانجوج يلي مستعملها بهالكتاب. أنا جربت استعمل يعني بكل قصة basic language easy English والhard English. صرت فوت يعني استعمل جيب كلمات اذا بدك من الدكشنري شوي صعبه تخلي القارئ شوي ضايع بشو عم بحكي، وعملتها كلها بطريقه كبازل تهو بالاخر يفهم عن شو عم بحكي. يعني ايام بترك الفكره تتوضح لاخر شيء. مثلا عندك اذا بدنا نحكي شوي عن مثلا شو قلي ذا هورر مثلا هون. yes. شوي كلها هي قصه واحد عسكري. إذا بدك هيدي صفحة 112 وقاعد بالترنشز، بتعرف أيام الحرب مثلا الحرب العالمية الأولى كانوا يوقفوا وينطروا. يس. وعم بخبر هو قدي خايف لأنه ما بيعرف شو الحرب، وشاب صغير واقف خايف حاطط كل ثقته بالرشاش تبعه بالرايفل تبعه، وعم بيحكي خايف. وقتها طلع لفوق وتوصل شاف the horror of man، شاف انه هالديفستيشن اللي صارت من وراء الحرب، كل الناس اللي عم تموت على شو؟ يعني هالدمار كله. نعم. بتعرف عم تحكي ومظبوط ايمجز، لانه انت عم تشوف البرسبكتيف بصوره بعين. صح. الممثل بعين ال الشخص اللي عم تصير معه، خليني اقول تبع الفيلم. اليوم بالعناوين قديك ما كان عندك خوف او تردد، او ما بعرف مين استشرت، يمكن الوالد او مين حواليك بالمواضيع اللي انت ما عندك اكسبيرينس فيها؟ مثلا حكيت عن الابوه، حكيت عن parenthood، هيدي اشياء انت بعد ما اختبرتها فعليا. صح. لتقدر تحكي فيها، ما كان في خوف بانك تحكي عن هودي المواضيع يلي انت مش عايشهم بعد؟ ليك تقول لك صراحه لا، انه صرت انا شوف حالي كبي، فهمت كيف؟ انا اكيد ماني بي. وحتى في مثلا واحدة كتبها بيبي عم بيحكي on his first tiny steps. yes. انه عم بيحكي مع اهله بطريقه شوي غريبه، انه عم بيقول لهم انه ما بدي اقوم، اتركوني قاعد، ما بكره وقت اخذت يلا حارجع اقعد. عم بيرجع لورا بالوقت. عم يعمل اتس ريفرسبل. صح. لا يعني اكيد استشرت بي واخواتي انه شو رايكم بهيدي بعده قصص. اي موضوع هيك كتبته عنده طابع خاص عندك، يعني عنده سبيشال ميموري، عنده توقيت خاص بالنسبه لك. في اثنين كتبتهم انا، هن كتبتهم بال 2009. كنت بعدني بالمدرسه، واحدة منهم اسمها Heaven Just Got Musical. يس. هي عن جدي منصور رحباني. والثانيه The Dot. كنا بالصف اخر ساعه بساعه الانجليزي. نعم. بقى سالتنا المعلمه
مس جلوريا نجم بوجهها تحيه قالت لنا اكتبوا لي فكره عن نقطه على ورقه سوداء. شو بتشوفوها انتم؟ شو فيكم تعبروا عنها؟ كان كثير يعني شيء صعب بقول لك صراحه، وانا كنت ضايع. بقى بتذكر كتبت بخمس دقائق الفكره كلها، وكثير حبتها هي. انا عم بحاول اوصل لدوت بس توقفتني قبل Haven't Just Got Musical. نعم. حقرا بارتي منها، وهيك بنكون عم نوجه تحيه لجدك الراحل منصور رحباني يلي كل لبنان وكل العالم تفتخر فيه. Haven't Just Got Musical Gone Not Forgotten. Your notes will dance in heaven. Your poetry will soar through the skies. It's true that your body has died, but your soul and thoughts will be treasured in our hearts for all eternity. You carried your coffin and went onto the other side. Mansour Rahbani, my grandfather, say hi to Asi. I promise you this, your notes and words will continue to flow and the pages will go on turning. Mansour, I love you because of your love for me. I'm a better person. I thank God for letting me be a member of your beautiful, talented family. May the heavens welcome you as you have welcomed us into your world. It's time for you to grab your baton and invade heaven with your immortal mind and everlasting notes. Wow. هذا كتبتها ب 13/1/2009. Same date. اليوم قديش لما يكون في هيك ديت، لما يكون في حدث معين، بعرف قد هذا موضوع حساس عندك، ما بدي كثير اتاخر عليه لما اكون عم ضايقك، بس قد ايه الواحد لما يكون في حدث، لما يكون في قدامه شيء كونكريت قادر ياخذ منه ويكتب، بيكون صادق اكثر. اذا بدك هو هيدا النهار يعني كان كثير صعب علي، وبهالفتره اللي مرقنا فيها كثير انبسطت يعني بكل فخر انه كنت اعرفه لجد منيح وكنت واعي يعني، وكنا نحكي كثير سوا. بقى كانت اذا بدك اجت الفكره هيك، هيدي بتذكر بلشت فيها بالتايتل اول شيء، اجت هافن جاست جات ميوزيكال على راسي، و يعني مشيت الافكار ومشيت الافكار بالست اب يلي حاطط فيه لاي اوت، خليني اقول اكثر اللي مكتوب فيه، في اشياء بولد بنشوفها بالكتابه. مثلا هون ذا بلاك ستاليون، مثل ما عم نلاحظ في اشياء بولد. شو الهدف من انه يكون في اشياء مكتوبه بولد اكثر يعني نافره؟ البولد هي تعطي اذا بدك امفسس على كل كلمه. يعني هيدي الكلمه مهمه تنتبه اللي عم بيقرا انه هيدي بدها تفسر له القصة أكثر من إذا بدك هدوليك الكلمات. أوكي. يعني هيدي الكي وورد بهالسنتنس بهالفكرة. وهون بذا بلاك ستالين يعني ايتش كي يلي هي محطوطة ان بولد اوبنز ديفرنت ستوري. اي ام ذا مايسترو هو رايتس هيز كونشيرتو. هون عم بحكي عن البيانيست والبيانو تبعه. واو. بلاك ستالين سميتها. هل الايمجز كلها يلي اخذتها، خبرني شوي مالك اذا بدنا يعني اليوم انت هذا اول اصدار لك، يعني الشخص اللي بده يشتري هذا الكتاب شو بده يكون ناطره؟ يعني شو بده يقرا بقلبه؟ هي اذا بدك الكتاب كله مراحل بيمرق فيها الانسان من وقت ما يخلق ليموت، وبعدين يعني في عندك احلام، في عندك الانسان وقت يسخن مثلا يصير كبير بالعمر يمرق بالالزهايمر، نعرف قد ايه بتكون فتره صعبه. عندك الحب مثلا اول ما بيظهروا الرجال والمراه سوا، عندك مثلا انسان مجرم عم بخبر انه هو عنده عقده نفسيه عم بيعمل هالاجرام، في عندك مثلا فكره مثلا واحد ممثل ربح الاوسكار لاول مره، هيدي فكره حلوه. هذا ليوناردو دي كابريو فيك. هلا انا كتبت اذا انا بشوف حالي ربحت الاوسكار، يعني ما فيني اقول لك كيف بتكون لانه بعد ما ربحتها. بس انه عدة افكار، عندك مثلا مره عم تطبخ اسمها ذا ليدي ان ذا كيتشن، وعم بتخبر هي عن كيف اذا بدك هي وعم تجلي صحون وشو كيف بيعملوا موسيقى. واو. كانه اوركسترا. وعندك مثلا قد ايه هالايمجز يلي عم تحكي عنهم مالك
you would translate them بشورتس او ما بعرف فكرت كثير عم شوف يعني انت عم تحكي هلا I can see it clearly يعني فكرت فيه ولا بتعرف فكره لانه كل يعني فكره بتنعمل مثلا 5-10 minutes حتى فيك تزيد اكيد ومش غلط ينعمل يعني في افكار بتحمل انها تتطور وانها تاخذ مجال اكثر في افكار حلوه وبتلمع بمساحتها الصغيره فمش نعم. غلط ايه. في نكست ستيب من بعد هذا الكتاب هلا بعد بكير خلينا نمضي بخمسة شهر ولكن انا دائما بفكر لبعدين يعني ان شاء الله هلا عم برجع اكتب افلام اوكي هلا كتاب هيدا ما في شيء ثاني على راسي بس انه ما بتعرف يعني كل يوم بيجيك فكره جديده ما بتعرف شو وتمثيل بيصير. في شيء جديد ان شاء الله ان شاء الله في شيء قريبا نحن عاملين انا ومنصور رحباني خيي منصور مروان رحباني يس. وطارق رحباني خيي مسلسل اسمه شريعه الغاب ان شاء الله لازم ينزل قريبا لازم ينزل لانه كلنا وير سو اكسايتد كنت بحكي مع الين كمان من فتره ايه حضرت الانترفيو قلت له وين صار هالمسلسل يعني بتعرف انا كنت الكاتب مع الين ومنصور وممثل يعني انا من المنتج ما فينا نقول كلنا بنعرف شو الظروف ولكن ان شاء الله بيطلع المسلسل هو لانه عارف قد ايه عاملين شيء كثير حلو وي كانت ويت تو سي ات فخورين وموفق بكل شيء هون بجدد برجع دعوه لكل الاشخاص باليونسكو بخمسه شهر من الساعه 6 المساء ل 8 المساء انه نلاقي مالك مروان رحباني وحتى نحتفل معه ومع راعي الحفل الوزير الياس بو صعب كمان لحتى نكون عم ننبسط ب images a personal evolution of the mind لانه it's worth it صدقوني هلا فلفشت شوي انا بعد ما قريت كل الكتاب بس it's worth it موفق بكل خطوه وثانك يو لانه كنت ضيفنا اليوم مالك رحباني ميرسي لك ولتري لي بون عن جد ثانك يو اهلا وسهلا مالك يا هلا مرسي.